السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الحلوين، أهلا وسهلا بكم في درس جديد بعنوان الأرنب الكسلان. في الصباح خرجت الأرانب تبحث عن غذاء. قال الأرنب الكسلان: سأنتظر حتى يأتي الطعام. جاء الليل والأرنب جوعان. خرج الأرنب يبحث عن طعام. سمع الأرنب صوتا. رجع الأرنب حزينا. قال الأرنب: لن أنتظر طعامي بعد اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أعوذ بك من الكسل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم أصدقائي الحلوين، وبكده ينتهي درس النهاردة وحكاية النهاردة، واستنون الحلقة اللي جاية ودرس جديد ومعلومة جديدة ونفهم نتعلم ببساطة.